ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. سيد طلعت، بعد التحية، كيف تقيم حملة إيد واحدة خلال الشهر الماضي وأهم ما تقدمه للمواطنين؟ طبعا مبادرة إيد واحدة مبادرة يعني على مستوى الوطن بيقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشراكه مع مؤسسه حياه كريمه اللي هي عضو في التحالف الوطني، وايضا مع الهلال الاحمر، وبالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي اللي هي الوزاره المعنيه بالحمايه الاجتماعيه، من خلال برامج متعدده على مستوى الوطن بنستهدف 1,500,000 اسره مصريه من خلال تقديم الدعم العيني او الدعم النقدي او دور توعوي. الدعم النقدي طبعا في صوره مساعدات مادية للأسر الأكثر احتياجا، وطبعا دي في قاعدة بيانات كاملة على مستوى الوطن مدققة ومراقبة ومتابعة من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن المساعدات والأنشطة اللي تعتبر العينية في صورة خدمات صحية، توفير خدمات، توفير أدوية، مستلزمات طبية، أيضا في مساعدات غذائية على مستوى القرى الأكثر احتياجا، قوافل طبية، كل دي خدمات المبادرة بتقوم بيها، فضلا عن برنامج توعوي في قضايا خاصة بالتوعية الصحية في برامج تنظيم الأسرة وقضايا الصحة الإنجابية، كل ده بالشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلي مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكل طبعا ده جزء من البرنامج اللي دايما بيأكد عليه فخامة الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دايما داعم للمبادرات الرئاسيه اللي هي فعلا، ويمكن كان لي حظ النهارده في احدى المبادرات في محافظه الشرقيه لتوفير في خدمات صحيه للمواطنين في احدى القرى في محافظه الشرقيه. احنا طبعا بنتابع كاتحاد العام وبنشارك من خلال جمعياتنا ومن خلال احنا عضو في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كل ده في من اجل طبعا ان احنا يعني دعم الحمايه الاجتماعيه للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة وتمر بها العالم كله، وفي ظل بعض القرارات الاقتصادية. في رأيك إلى أي مدى بتسهم مثل هذه المبادرات في توفير خدمات متميزة للمواطنين وأيضا توفير الحياة الكريمة لهم؟ يعني النهاردة ما نتكلم على توفير الخدمات طبعا ده غاية في الأهمية، أما أوفر خدمة صحية متوازنة ومتميزة، أما أوفر له مساعدات نقدية، أما أوفر له مساعدات غذائية، فضلا طبعا عن المبادرة الكبيرة جدا اللي هو يعني مصر بتنفرد بيها على مستوى العالم كله، وهي مبادرة حياة كريمة اللي هي بتستهدف 58 مليون مواطن مصري. انتهت المرحلة الأولى اللي استهدفت 1,600 قرية من قرى مصر، ودخلت في تكلفة أكثر من 350 مليار جنيه، ونقلت هذه القرى تلك القرى من حال إلى حال. المرحلة الثانية طبعا كلنا منتظرينها وسيتم البدء فيها، هنستهدف برضه 1,600 قرية، يمكن الميزانية هتصل أكثر من 400 مليار. كل ديت يعني ده تمشي كلها مع الدستور المصري اللي بيضمن حياة كريمة للمواطن، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها في سبتمبر 2021 فخامة رئيس الجمهورية. كل ديت طبعا احنا يعني المجتمع والحماية الاجتماعية ده طبعا يعني جزء كبير، وده الهم الأكبر للقيادة السياسية اللي هي حريصة كل الحرص على دعم المواطن المصري وتوفير ليه حياة كريمة. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن الدولة حريصة والرئيس حريص على دعم الأسر الأكثر احتياجا وعلى المواطنين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة في ظل المتغيرات العالمية واللي بيشهدها العالم كله، ومصر جزء من العالم، وطبعا احنا كلنا بنشهد يعني ما تعاني به الدولة المصرية وتعاني منه من حدود ملتهبة ومن ظروف اقتصادية قد تكون صعبة، ولكن الحمد لله في إرادة سياسية حقيقية، في يعني حرص من الحكومة المصرية على دعم الأسر أكثر احتياجا، حرص من المجتمع الأهلي أنه يتعاون مع الحكومة في أنه احنا نخفف الأعباء عن كاهل المواطنين اللي هم لهم حقوق علينا جميعا جدا، ده حقوق دستورية وحقوق احنا كلنا معنيين بها سواء مجتمع أهلي سواء حكومة سواء قطاع خاص. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كنت معنا عبر الهاتف.